نعم، أعتقد بأنه سيكون لها أثرين، فما ستقوم به، ما ستؤدي إليه هو أثر إلقاء قنابل يدوية على كل الخنادق الدفاعية والجنود القابعين فيها. تذكر بأن الذخيرة العنقودية هي قنبلة عادية، ولكنها تنفجر في الهواء وتسقط قنابل أصغر عددا كبيرا منها في حجم القنابل اليدوية، وهذه القنابل اليدوية أو القنابل الصغرى كما ندعوها يمكن أن تقتل الأشخاص ويمكن أن تهزم الدبابات أيضا. فإذا سيكون لها بعض الأثر على الجنود القابعين داخل هذه الخنادق، ويمكن أيضا أن يكون لها الأثر على إشعال حقول الألغام التي وضعها الروس، ولكنها لن تغير مصائد الدبابات التي وضعها الروس، ولن يكون لها أثر على أسنان التنين التي لا زالت قائمة، وإنما سيكون لها تأثير قليل جدا على الخطوط الشائكة، ولن يكون لها أي أثر ضد هذه المواقع الروسية التي نصبت والخنادق ذات الخنادق المسلحة، هذه لن تدمر. فإذا بإمكاني أن أقول بأن القنابل العنقودية سيكون لها بعض الأثر، ولكن لن يكون لها هذا الأثر الكبير.